مكونات الكشري بتاعتنا ايه؟ مكونات الكشري المصري بتاعنا عدس ورز، عيش محمر زي ما انتم شايفين كده، ورد اللي هو التقليه او البصل اللي بيتحط على وش الكشري، شعريه متحمره، مكرونه مسلوقه، عندي صلصه، عندي دقه، عندي حمص لو انتم بتحبوا ان انتم تحطوا عليه حمص، تحابيش وحاجات كده لازم نعملها بتكات معينه عشان تدينا احلى طعم نقدر ان احنا نوصله. طيب في اول حاجه هنعملها اللي هي الرز. الرز في ناس بتعمله لوحده وفي ناس بتعمله بشعريه وفي ناس بتعمل الرز مع العدس مع بعض، بس انا بصراحه واعوذ بالله من كلمه انا بحب حته ان الرز يتعمل مع العدس. ليه؟ بيبقى شارب كده من الكمون بتاعه، بيبقى شارب من تتبيله العدس وبيدينا طعم في منتهى الجمال. طيب اللي بيجمع الحاجات الجميله بتاعتنا دي كلها في طبق واحد هي معلقه الصلصه اللي بتتحط على الوش، هي اللي بايديها تنقل طعم الطبق لسابع سماء وهي اللي بايديها تنزل الطبق لسابع ارض. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا ممكن اكون عامله الرز حلو والعدس حلو والمكرونه والشعريه والتقليه او اللي هو الورد بتاعنا او البصل، وعامله عيش وعامله دقه وشطه، لكن اجي احط معلقه الصلصه لو مش مظبوطه على الشعره يبقى انا كده الطبق بتاعي ضاع. فعلشان كده هنشوف دلوقتي الصلصه بتاعتنا هتكون عباره عن ايه. ننزل مقاديرنا للكشري كلها وبعد كده نشوف هنشتغل في ايه الاول. طيب مقاديري هتنزل على الشاشه عشان حبايبنا تصورها او تكتبها. الكشري المصري معايا ايه؟ كيلو رز مصري، نص كيلو عدس بجبه سلقاه تلات ارباع سلقه، وحاطه فيه ميه، وحاطه فيه ملح وكمون، والكمون يكون ظاهر، يكون يا ريت ان انا اكون محمصاه في البيت كده عشان يديني تطعيمه حلوه، وهحتفظ بالميه بتاعه سلق العدس. ليه؟ علشان تديني لون الرزايه اللي هي غامقه شويه، ما تبقاش بيضه وفاتحه بالشكل ده. تمام كده؟ ادي مقادير الرز بتاعتنا. طيب اجي للشعريه، كوبايه الشعريه بتاعتنا اهي. بصوا حمرتها تحميره حلوه. هنعمل الصلصه الاول يعني. طيب الصلصه، بصوا الصلصه هنستخدم ايه؟ عصير طماطم مسبك. بصوا كده شكل الطماطم بتاعتنا. الطماطم دي اتسبكت بالشكل ده ازاي؟ ان احنا سلقناها وهي سليمه ورحنا مقشرينها ورحنا ضربناها في الخلاط، ما بتاخدش وقت كتير على النار. بصوا التسبيكه دي كده مش متسبكه على النار، هي كده ما استوتش على النار، دي يا دوب اتسلقت ورحت مقشراها وضربها في الخلاط، ادتني السمك التقيل بتاعنا ده في منتهى الجمال. بصوا السمك بتاعها من غير محتاج ان انا احطها مده كبيره على النار. طيب دي الطماطم بتاعتنا. معايا ايه كمان؟ معايا الدقه بتاعتنا، أربعة فلفل اخضر حامي، أربعة طماطم مكعبات، ربع كوبايه عصير ليمون، نص كوبايه من الخل، وعندنا ميه طبعا من الحنفيه، ومعلقه كبيره من الكمون والملح. دي الدقه بتاعتنا بنجمعها كلها بنحطها في الكبه، وممكن بنسيب الطماطم دي في الاخر خالص ما بضربهاش مع بقيه المكونات عشان تبقى فيها حاجه كده متطعمه شويه، بدل ما اقطع طماطم مكعبات لا انا بشراها بالشكل دوت كده. طيب عندنا ايه تاني في الكشري بتاعنا هينزل معانا؟ الشطه بتاعتنا. في نوعين من الشطه، شطه زيت وشطه اللي هي العاديه خالص. الشطه العاديه اللي زي امهاتنا ما بتعملها بتاخد معلقتين من الصلصه المتسبكه بتاعت الكشري وبنحط عليها معلقتين شطه، بنقطع فيها طماطم مكعبات، بقى كده عندنا شطه الكشري. لكن الشطه الزيت اللي احنا هنعملها النهارده مكوناتها ايه؟ معلقه كبيره ثوم مفروم، ثلاث طماطميات مكعبات، معلقتين كبار فلفل احمر حامي مفروم، زيت سندباد، معلقتين كبار صلصه طماطم. دي الصلصه الزيت اللي هنعملها مع بعض النهارده، وهنعمل كمان الصلصه بتاعت امهاتنا اللي احنا متعودين عليها. طيب الكشري بقى اللي احنا طالعين فيه الايام دي، عاملين كشري مش عاملين كشري، بنحب نعمله وبنقرمشه كده جنب اي اكله، حته جبنه، لو سلطه الطحينه بنحبه جدا وبنلاقيه في كتير من المطاعم. عيش متبل، دول 10 رغيف عيش شامي متقطعين مربعات مثلثات، يعني الرغيف 4 ارباع، قليتهم في زيت سندباد، واول ما طلعوا طلعوا باللون الفاتح ده كده، ورشيت عليهم رشه من الكمون ورشه من الشطه مع الملح. وخلوا بالكم ان هو بيطلع فاتح لان لما بيقعد شويه بيغمق سنه، فما نطلعهوش باللون دوت، ولما يجي يقعد يغمق سنه يبقى يدينا اللون البني زي ما احنا ما بنشوفه في محلات الكشري، لا لازم اللي في البيت يبقى ليه شكل وتطعيمه ولون احلى بكتير كمان. طيب كده خلاص مقاديرنا كلها خلصت، احنا قلنا الصلصه والشطه والدقه والعيش، صح كده؟ نعمل الصلصه ونسيبها تاخد غلوتها الحلوه على النار ونبدا بعد كده نعمل الرز. طيب قلنا الطماطم بتاعتنا متسبكه وجميله اهي وما شاء الله عليها، مش محتاجه تفضل على النار اكتر من كده. طيب عندي حله كبيره هعمل فيها ايه؟ هروح حاطه شويه زيت سندباد. خلوا بالكم ان الكشري اساسا بزيت،
ساعات ساعات لما بيهفني الشوق كده وانا بعمل الكشري الاسكندراني او الكشري المصري وعايزه ادي للرز بتاعه تطعيمه غريبه كده او تطعيمه مميزه، بروح بعد ما بيستوي خالص اروح واخده حته زبده كده او حته سمنه واروح حطها على وش الرز واروح مقلباه كده بشوكه عشان يفلفل معايا، بتبقى ريحته وطعمه في منتهى الجمال. بس احنا النهارده يعتبر برضو وصفاتنا عاملينها لاخواتنا الاقباط وعاملين الكشري على على اصله او على ابوه او على اساسه، فما بتحطلوش زبده ولا سمنه، لكن احنا هنعمله كله بالزيت. طيب عندي شويه زيت سندباد على النار علشان دلوقتي بحضر الصلصه بالشكل ده كده، اروح نازله بالثوم يا دوب ان هو يبدا يتشكشك معايا ويطلع روايحه، وابدا بعد كده احط بقيه التوابل بتاعته اللي هي عباره عن ايه. مجرد ما بدا الثوم ان هو يتشكشك معايا كده اروح نازله بكزبره ناشفه. عايزه تعملي الصلصه بتاعتك خالص وسبكتيها وحطيت لها الملح والكمون وتمام التمام، بتيجي في الاخر تروحي عامله لها الطشه اللي هي بالكزبره دي اللي هي ثوم وكزبره وشويه زيت، وتروحي طشه بيها الطماطم. بس انا بحب ان انا ابداها من اولها، عشان كده حطيت الزيت حطيت الثوم حطيت الكزبره الناشفه، ادي الكمون. وبصوا بعمل ايه كمان، بروح حاطه معاهم معلقتين صلصه طماطم اللي هي المعلبه بتاعتنا او اللي هي البوريه. ليه؟ بتديني تقل حلوه قوي وبتديني لون مميز. بصوا هنا الصلصه بتاعتنا فاتحه، عايزه تمشيها كده ماشي ما فيهاش اي مشكله، بس معلقتين الصلصه اللي احنا بنحطهم مع التومه دول علشان يتشوحوا ويطلعوا الروائح بتاعتهم بيخلوا طعمها وريحتها في منتهى الجمال. مجرد ما خلاص كده بعمل ايه، بروح جايبه حله الصلصه بتاعتنا واروح طشاها على التومه اللي احنا عملناها. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده كده فاضل لها ايه، فاضل لها ان هي تتملح وبس وتاخد غلوه واحده وخلاص. كميه الصلصه اللي احنا عاملينها دي للكشري الاسكندراني والمصري، وممكن على فكره تعمليها عندك وتشيليها في اكياس في الفريزر، بس تبقي عارفه مثلا جمعي شويه الاكياس بتوع الصلصه بتوع الكشري وحطيهم في شنطه مثلا لونها ابيض، جمعي مثلا شويه من الصلصه اللي انت عاملاها للفته وجمعي الاكياس بتاعتها وحطيها في مثلا في شنطه لونها لبني او لونها اصفر، وتبقي عارفه. ولو خايفه ان انت تنسي ممكن ان انت تكتبي ورقه كده او على الموبايل بتاعك، انا حاطه مثلا في الفريزر الشنطه اللي لونها لبني دي صلصه فته، الشنطه اللي لونها اصفر دي صلصه كشري، وتطلعي في ساعتها تبقي عارفه انت عامله ايه. طيب يا دوب هسيبها تاخد غلوه واحده واروح طافيه عليها. طيب على ما تاخد الغلوه الواحده بتاعتها هعمل ايه دلوقتي، هبدا اعمل الرز بتاعنا. الرز بتاعنا زي ما قلت لكم رز مصري كيلو، وادي عندي النص كيلو عدس بجبه سلقاه تلات ارباع سلقه عشان يبقى فيه تكه تكملها في تسويه الرز، ومحتفظه بالميه اللي احنا سلقنا فيها العدس. اما سلقنا العدس حطينا ايه مع الميه بتاعته، ملح وكمون وبس، مش عايزه اكتر من كده. عندي هنا حله هروح حاطه فيها شويه زيت كده حلوين من سندباد علشان يطلع لي كده الرزايه مع العدسايه متفلفلين، وهروح ماسكه الرز بتاعنا وهروح مدياله تشويحه حلوه مع شويه ملح. بس خلوا بالكم الملح يبقى بسيط لان العدس عندنا الميه بتاعته اصلا فيها ملح، فمش عايزين ان احنا يطلع مننا حادق. واقلب بالشكل ده شويه كده، ومجرد ما يبدا ان هو يشرب من الزيت كده ويتشوح شويه اروح نازله بالعدس بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. العدس يبقى مسلوق تلات ارباع سلقه، علشان لو مسلوق سلقه كامله هنيجي لما ياخد تسويه الرز هيتهري مننا ويبقى عامل زي العجين، لكن انا عايزاه يكون ماسك نفسه بالشكل ده كده. تقلبتين تلاته كده يا دوب بس يشربوا من بعض وايه، والنار بصوا الصلصه خلاص تمام، والنار يعني تلم العدس مع الرز مع بعضيهم كده، وابدا ان انا اسقي العدس بتاعنا. طيب ده كده كيلو رز وعندي نص عدس، يبقى كيلو ونص موجود عندي في الحله. لو انت بتعمليهم بالكوبايات املي العدس بالكوبايات بتاعته عيريق وعيري الرز، وشوفي العدد بتاعهم كام وحطي قصادهم ميه للناس اللي ما بتعرفش تسقي مقدار الرز بتاعها. طيب انا
ما جمعتش الكوبايات بتاعتنا، وعندي ميه سليق العدس اهي تكون سخنه. بسم الله الرحمن الرحيم، وهوريكم المقدار اللي المفروض يكون مستوى الميه بتاعته علشان نسقي بيه الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا من الواضح ان احنا محتاجين ميه، والميه تكون سخنه ما تبقاش من حنفيه، وما تزودوش الميه قوي علشان احنا مش عايزين الرز بتاع الكشري بتاعنا يطلع معجن ويطلع ضيق. طيب بصوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ادي الميه السخنه اهي. طبعا كده انا هدوق الملح بتاعنا وهحط كمان شويه من الكمون. بسم الله. ده كده مقدار الرز بتاعنا او مقدار الميه بتاعه الرز بتاعنا. ناقص ايه دلوقتي؟ ان انا ادوقه. بسم الله. عايز شويه ملح وعايز شويه من الكمون. بص انا ما حطيتش الملح زياده الا لما اتاكدت ان الميه بتاعه العدس. طب انا عايزه كمون تاني يا شباب. تسلمين. بالشكل ده كده، وكده يبقى رز الكشري المصري بتاعنا خلص وتمام وزي الفل. كده ملحه مظبوط قوي. نعمل بقى كده ونسويه تسويه الرز العادي. مجرد ما يغلي معانا ويبدا ان هو يتشرب، اروح موطيه النار عليه خالص واروح مقلباه بشوكه واركنه على عين اصغر. الصلصه بتاعتنا كده انا مش عايزاها تغلي تاني، انا هشيلها من على النار واركنها على جنب لحد ما نيجي نجمع اطباق الكشري بتاعتنا. بس هي ريحتها ما شاء الله عليها في منتهى الجمال. طيب دلوقتي احنا قلنا ان الشطه في نوعين، شطه من اللي هي امهاتنا بتعملها وبتستسهل، وفي الشطه اللي هي الزيت. ايه الشطه اللي امهاتنا بيعملوها بيستسهلوا؟ بيروحوا واخدين حبه صلصه من الحله حاطينها في طبق غويط كده كويس لوحده، وبعدين يروح محطين عليها معلقتين شطه ويقطعوا طماطمايه مكعبات، ودي بقت الشطه العاديه. لكن في نوع تاني من الشطه الزيت اللي هنعمله مع بعض. طيب نشيل الصلصه بتاعتنا معانا على جنب. بسم الله الرحمن الرحيم. لحد ما نخلص حاجتنا، والرز بتاعنا على النار، العيش بتاعنا متحمر، الورد بتاعنا اللي هو التقليه معموله، الشعريه والمكرونه وكله تمام وزي الفل. وادي حاجه الشطه وادي حاجه الدقه. هشتغل فيهم دلوقتي؟ لا مش هشتغل فيهم دلوقتي. هعمل ايه؟ هطلع فاصل وهرجع من الفاصل اشتغل في الرز الاسكندراني او الكشري الاسكندراني علشان الرز بتاعه يلحق يستوي معانا، وبين ده وده على ما يستوي على النار ابدا اعمل الدقه والشطه وابدا ان انا اجمع اطباق. بعد ما حطينا الرز بتاعنا والعدس وسقيناهم بالميه بتاعه العدس اللي احنا كنا سالقين فيها وظبطنا الملح والكمون بتاعها وقفلنا عليه، هنسيبه ياخد الغلوه الحلوه بتاعته، وبعد كده اول ما يتشرب هنروح موطين عليه النار خالص ونسيبه يكمل تسويه. البصل لما جينا نحمره قطعناه بالشكل ده كده وحطيته في مصفى. ليه حطيته في مصفى؟ البصل بطبيعته بينزل ميه، فانا حطيته في مصفى شويه لحد ما يصفي الميه بتاعته، ورحت واخداه ومعفراه بدقيق، حبه دقيق كتار حلوين كده، وبدات ان انا اعفر بيه البصلايه، خليتها اتغلفت خالص بالدقيق. وبعد ما اتعفرت بالدقيق رحت ماسكاها في مصفى سلك ورحت ناطره الدقيق ده منها عشان لما انزله في القلايه ما يكتلش، ويبقى الدقيق بتاعنا ده مع الميه بتاعت البصل عامل عجين. لا رحت مصفيه تاني كده اهوت او ناطره الدقيق منه، ورحت من قلياه في زيت غزير اكني بحمر بطاطس. نزلته خد اللون الذهبي، نشيله الذهبي الفاتح. اوعوا تطلعوه من الطاسه اللون ده، لو طلعتوه من الطاسه اللون الغامق ده هيقعد شويه وتلاقوه ادى لون اغمق، فخلوا بالكم ان هو بيطلع ذهبي علشان بعد كده يوصل اللون الحلو بتاعنا ده. بيتحط في طبق كده وبيتحط في الهواء ما يتغطاش ولا حاجه، هيطلع معاكم زي الفل ويفضل لاخر حبه كشري مقرمش زي ما احنا عاملينه كده. بصوا هنا كمان ما شاء الله الرز بالعدس بتاعنا اللي هو المصري شرب ميته. ابدا اهدي النار، معايا في ايدي ايه؟ معايا في ايدي شوكه. مجرد ما الرز بيبدا يتشرب ميته ما بقلبش بمعلقه، بقلب بشوكه. ليه؟ عشان حبات الرز تبقى مخصمه بعضها. بصوا كده ما شاء الله هو لسه في شويه ميه في الارضيه لسه بيتشرب بيهم ويكون كمل تسويته بالشكل اللي احنا شايفينه ده. نغطيه ووطينا عليه النار خالص ويكمل تسويته. احنا قلنا الدقه بتاعتنا عندي فلفل حامي وعندي طماطم وعندي عصير ليمون وعندي خل وعندي كمون. طيب انا كل دوت عايزه اجمعه في الكبه بس مع ميه من الحنفيه
علشان حدية الليمون وحدية الخل يتزبطوا معي. وناقص كمان في الوصفة بتاعتنا دي شوية ملح. طب كل اللي هعمله كده بسم الله. الكبة بتاعتنا ايه؟ ما عندكيش كبة عايزة تحطي في الخلاط مش هيقولك لا، كله هيطحي ناعم بالشكل ده كده. عندي ايه؟ عندي كمون، عصير ليمون وخل، والطماطم بتاعتنا دي هاخد نصها اللي هي متقشرة ومتقطعة صغنن خالص، هاخد نصها كده وهسيب منها حبة علشان احطها في الدقة بتاعتنا من بره. طماطم وحطيت فلفل وحطيت ليمون وحطيت خل وحطيت ملح وحطيت كمون، كل دوت هيتضرب، ومجرد ما يتضرب ناعم هروح مزودة شوية مية وبقى عندنا احلى دقة. هروح حاطة فيها بقية الطماطم وتتركن على جنب مع الحاجة اللي احنا عاملينها. تعالوا بقى نضربها ونطلع فاصل، نرجع من الفاصل نعمل الشطة ونجمع بقى اطباق الكشري بتاعتنا الجميلة. الطماطم الباقية في الدقة بتاعتنا، بصوا شكلها اصلا عامل ازاي، يعني شكلها تتاكل كده لوحدها من غير ولا كشري ولا اي حاجه. يبقى كده عملنا الدقه وعملنا سلقين المكرونه، عاملين الشعريه، عملنا البصل قلنا عملناه ازاي، والعيش المحمر. وتعالوا نبص كده على الكشري بتاعنا سواء ده او ده، بصوا واخده ايه عشان الحلتين، واخده سكتين مش معلقتين. ارجع واقول تاني لما بنعمل الكشري وتشرب ميته خلاص نبدا نقلب بشوك. انا على فكره في الفاصل قلبتهم وطفيت عليهم، بصوا كده ادي الكشري المصري بسم الله الرحمن الرحيم. ومجرد ما استوى وخلاص هبدا اكل بشيل او هبدا اغرف بشيل الغطا من عليه. ليه؟ علشان انا عايزاه بقى يتهوى كده. فاكرين عبد الغفور البرعي لما كان بيقول لفاطمه كشري لما تنزلي العدس والرز من على النار تسيبيهم يتهوى شويه؟ اهو احنا بنعمل كده. مجرد ما يستوي الرز مع العدس مش عايزاكوا خلاص وخلاص هتقدموا، تروحوا شايلين الغطا من عليه وسيبوه يتهوى يطلع كل البخار اللي فيه. ليه؟ علشان انا خلاص قفلت عليه واتاكدت انه استوى، كتمته بغطا الحله ومع طلوع البخار وان هو يتعمل يتحول لميه ويرجع تاني للرز والعدس بتاعنا بيخليه مبوش، بيخليه ان هو طري زياده عن اللزوم. لكن انا عايزه حبايه الرز والعدس مستويه نفس السوى اللي انا دقته، علشان كده خلاص هسيبه هادي بالشكل ده كده وعريته علشان يتهوى. بصوا الشطه هنعمل ايه؟ الشطه بتاعتنا احنا قلنا الشطه الطبيعيه بتاعتنا اللي هي بتاعت امهاتنا، بناخد صلصه وبنحط عليها معلقتين شطه وبنحط عليها في قطع مكعبات. وممكن ساعات كمان امي بتضحك عليا مع ان ربنا يديها الصحه يا رب تعمل الحاجه على اصولها، بس ساعات كده لما بنستسهل احنا نروح واخدين معلقتين الصلصه حاطين عليهم معلقتين شطه وايه خلاص عملناه. لكن النهارده احنا هنعمل دي وهنعمل دي. الصلصه الاساسيه بتاعتنا او شطه الزيت بتاعتنا النهارده بتعمل ازاي؟ حطيت شويه زيت بس شويه زيت محترمين. شويه زيت محترمين. بصوا كده هحط ايه؟ ادي ثوم بالشكل ده، وعندي معلقتين صلصه طماطم. معلقتين صلصه الطماطم دول اللي هم البوريه انا هحط عليهم هنا كده اهو معلقه كبشتين من الصلصه العاديه بتاعتنا كده، كبشتين بالشكل ده، وهروح مدوبه فيهم معلقتين صلصه الطماطم البوريه. بالشكل ده كده. دي صلصه طماطم. بصوا كده هنا والثوم بتاعي شغال ببدا احط ايه؟ ببدا احط شط. حطيت الشطه تتحمر في الزيت مع التومه. بالشكل ده. واروح طشاه على طول بايه؟ بطماطم مكعبات بس يا دوب معلقتين. انا عايزه ده كله كده يشرب من الزيت بتاعنا اللي احنا حطيناه ومن التحميره بتاعه الشطه والثوم. مجرد ما ياخد غلوتين كده معايا بالشكل ده كده هتبدا الطماطم دي تدوب وتتهري. مجرد ما تبدا ان هي تدوب وتتهري هروح طشاها بحبه الصلصه بتاعتنا اللي هي بتاعت الكشري واللي قلبنا فيها معلقتين صلصه طماطم. وكده بقى عندي احلى صلصه متكلفه وعلى اصولها. طيب نشيل الكشري بتاعنا كده ورا. طبعا احنا عندنا الكشري بتاعنا مكرونه وصلصه وشطه والرز والعدس بتاعنا. طيب تعالوا الاول كده عندنا في البيت بنعمل ايه؟ يا بنغرف كل واحد طبق رز بالمكرونه و
ونحط الاطباق كلها قدامنا، واللي عايز نحط له. وده بصراحه انا بعمل كده، انا بحط كل حاجه في اطباق وبحط رصه الاطباق جنبي بالمعالق، واللي عايز كل طبق بنغرف له. ليه؟ لان انا مثلا عندي حد من عيالي بياكل مكرونه بس على صلصه، حد من عيالي ياكل الرز والكشري بتاع الكشري والرز والعدس بس على شعريه وصلصه، فكل واحد على حسب ما هو بياكل، وكل واحد على حسب ذوقه. فعلشان كده بقول لكم ان احنا الاكله دي بيبقى فيها دبكه كتير، وفيها شغل كتير، وفيها حياه، وفيها مش عارفه اجيبها لكم ازاي، بس بتحسوا فيها بالعيله، بتحسوا فيها بالدفى. ادي الشطه اهي بتاعتنا في الاطباق الجميله الصغننه بتاعتنا دي، اللي بتحسسنا فعلا ان احنا في محل كشري بالشكل ده كده. طبعا قلت لكم اللي ايه بيحب بقى البلدي كله عندنا في البلدي يوكل بالشكل ده كده.